خليني برضه اقول لحضراتكم واطمنكم على الفرقه. الفريق نادي الاهلي يعني طبعا اتكلمنا عن حاله التركيز واتكلمنا عن المعنويات العاليه، لكن خليني برضه عشان في اخبار كثيره جدا متعلقه بالفرقه وبالتشكيل الاساسي وباستعدادات الفرقه والى اخره. حتى اللحظه في حال في سياج تام من السريه فرضوا جهاز الكوره على تدريبات الفريق اللي حتى بتتلعب داخل النادي الاهلي، داخل جدران النادي الاهلي، داخل ملعب التتش، غير مسموح بمتابعتها على الاطلاق. وبالمناسبه الاهلي هيتمرن النهارده وبكره ان شاء الله على ملعب التتش، وبعد كده يوم الخميس هيكون التمرين الاساسي ان شاء الله على ملعب استاد القاهره، وهو نفس اليوم اللي هيكون فيه الاجتماع الفني الخاص بالاتفاق على كل تفاصيل المباراه بما فيها الحضور الجماهيري اللي احنا مش عارفين. يا ساره يعني احنا من يومين سمعنا 5 و5، النهارده بنسمع 1000 و1000، لكن الشكل الرسمي او المعلومه الرسميه من النادي الاهلي واحنا بنتكلم بلسان النادي الاهلي انه حتى اللحظه لم يتم ابلاغ النادي الاهلي بحضور اي جماهير من الفريقين للمباراه، سواء ده من خلال الكاف او من خلال وزاره الشباب والرياضه، وحتى اللحظه ما فيش جماهير. يعني احنا بنسمع كلام على انه احتمال يبقى في 1000 و1000 من كل نادي، لكن حتى اللحظه احنا بنتكلم بشكل رسمي، حتى اللحظه لم يتم اختار او ابلاغ اداره النادي الاهلي باي حضور جماهيري لمباراه نهائي دوري الابطال. ان احنا ناكد للمشاهدين وللاهلاويه كلهم يا احمد انه اي حاله من حالات القلق اللي بتحصل او الاشاعات اللي بتحصل، في ناس ما نامتش يا احمد من امبارح شناوي كورونا كورونا، اشاعات بتحصل بس علشان يبقى في قلق، يبقى في مشاكل في معسكر الاهلي، ده كله مش واصل للعيبه زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده. اللعيبه في حاله من التركيز والانضباط والثقه الكبيره قوي قبل مباراه نهائي افريقيا. يعني خلينا اقول كده، هو جو التوتر ده بيحب يعيشه الناس، او طبعا قدام ماتش مهم جدا، الناس كلها مستنيه الماتش ده. خليني اقول لك من شهر فات، يعني من النادر انه ان يبقى في مباراه مهمه الناس بتستناها قبلها بشهر. وعايز اقول لك انه حتى الحديث بعد المباراه ما تنتهي هيستمر بقى. ولكن لما جل الاشاعات يا احمد، يعني يعني في توتر، لازم يكون في توتر، بس فكره مش هتقدري مش هتقدري يعني حتى في خدي بالك، زي ما في منافسه بين الفرقتين في منافسه بين الجمهورين طبعا، وبالتالي كل جمهور بيحاول يقلل من الروح المعنويه او يصدر حاله توتر للجمهور الثاني. فما فيش مانع انه تسمعي اشاعه على لعيب من الفرقه دي وتسمعي اشاعه ثانيه على لعيب من الفرقه دي، ده امر وارد. لكن في جميع الاحوال انا ما بحبش فكره اطلاق الاشاعات على حاجه تخص المرض او الموت، يعني الموضوع ده بالنسبه لي بيبقى ليه حساسيه، واعتقد عند كل اي حد عنده يعني يعني مشاعر انسانيه ما اعتقدش انه يجب انه يتم اطلاق اشاعات في الحتتين دول. وده ان احنا لما يبقى في قلق في صفوف جماهير النادي الاهلي ان احنا ناكد لهم الخبر او ننفيه.